السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم من جديد. طبعا راح نكمل الأحداث اللي تكلمنا عنها في الفيديو اللي طاف، بس أول شي راح أجهني تعزيزات، ما راح أخذ أكثر من 8 ساعات. راح أجي أول شي حق العروض، دفع عيد الشكر الامتنان والاتحاد. طبعا هي ما راح أشتري حاليا، راح نشوف وضع آخر الحدث، ممكن ما أحتاجه، ممكن أشتري بس أول واحد بس عشان له الإطار. الشيء الثاني رخصة الفاتنة، طبعا هاي راح أتكلم عنها بشوي تفصيل أكثر. الشيطان القوي له حق لوبو. طبعا أنا أول ما شفت الشعار، لو قلنا مثلا اشتريتها الأسبوع اللي بعده راح تكون بسعر 10 دولار، وقبل ما أشتريها طبعا هي أتوقع إن راح تقدر تحصل عليها من هاي الحدث، راح نتكلم عنها بعدين. رخصة الأصدقاء طبعا تكمل مهمات، راح نتكلم عنها بعدين، بس أنا راح أشتري هنا أشوف وضعها. فاشترينا هاي، راح نروح حق اللي بعده، الشيطان القوي. نفس الشيء راح يكون نفس الشيء، 4600 جوهرة. هني راح تحصل صندوق له حق التحالف، حاليا في الابديت الاخير طبعا حطوا الاشياء اللي ممكن تحصلها، كل واحدة وفرصتها. فراح نشتري هاي ب20 دولار. طبعا اشتريت العروض، حصلت له جوائز الشحن، هاي 30 راس، هناك 35 30 60 65 راس. راح نجي حقهم، طبعا لازم بشتري اللي هو العرض اللي راح يطلع هني. اول شي راح نستدعي هاي، ناخذ كابتشر، ممكن نحتاجها حق صورة عرض الفيديو. سوي حق هاي استدعى، تأكيد. اول شي نجي حق المهارات، ها اوكي تقدر تستخدم الروز طبعا لو كان عندك، ممتاز. يعني تقدر اما ان تشتري هناك، بما ان حصلنا 10 رؤوس فما راح نخليها على اللوبو طبعا. ما ادري اقدر امكسها ولا ما تمكست، ما ضبطت الحركة. باقي حاليا 160 راس ومكس جنكيز. اول شي راح اتكلم عن هاي، وين راحت هاي، اذا كانت بالروس اوكي. اوكي وضعها سهل جدا جدا جدا، تمكيسها سهل اذا كانت بالروس مثل ما قلنا. راح امكسها لان اصلا مو فارقة سواء طلعت في عرض وما طلعت في عرض، الروس ما شاء الله. هاي اول مهارة ماكس. طبعا لو تلاحظ المهارات، انا للامانه فيديو لطاف ما علقت عليها، انا قريت المهارات بس ما علقت عليهم، بس مهاراتها جدا سيئه جدا جدا جدا. طبعا الشيء الوحيد اللي عندها يعني اللي يشفع لها اللي هي عامل الشفاء، وزائد هنا هنا مكافاه الدفاع والهجوم 10%، وهذا الباقي كل شيء سيء، حتى المهاره مالتها سيئه، يعني عامل ضرر 400 سلامات، يعني حتى هني اقوى منها، عامل ضرر مباشر 750. خلنا نمكسها. ثلاث مهارات طبعا بما ان ملحمي ما يفرق. ترقية. ترقية. هاي 5 5 5. خلنا نشوف العرض. ناخذ هاي وهاي وهاي. طبعا هاي العرض ان تتكمل مهمات. هني على النجوم دا كانت بهاي الشكل بهاي الشكل. اوكي تكمل مهمات. طبعا بعد ما تكمل مهمات راح تحصل على الشخصية، بما ان الشخصية فاكيد 10 رؤوس، يعني مو شي واو، بس عشان تطلعها. سجل دخول مدة 7 ايام. استخدم هني تسريعات، سجل دخول مدة 3 ايام، استخدم 500 دقيقة، دمر 5 حصون، دمر 15 حصون، اهزم البربر 50، حاليا 40. تقريبا مكسناها. الحين خلنا نحط باقي الروس. ترقية. اتوقع وضعها راح يكون هي ولوهر نفس الشيء. فطلع لمهارتها التعبانة، تخيل يعني عامل الضرر 400، شيء مضحك يعني حتى لو كانت ملحمية.
الشجرة مالتها بماء النهير، راح اختارها كذي. هني راح نشوف وضعها بعدين، بس على الاغلب على الاغلب راح تكون حفظ السلام لا اكثر ولا اقل. راح نشوف وضعها بعدين هني، ونشوف شجرات، شوف الشباب شنو خلوا شجرتها. فحاليا راح نروح حق اللوبو. لو جينا حق هني برفع العشرة وبوقف عشان بس المهارة الاولى. فحاليا مستوى 10. الخريطة بشكل عام الخريطة راح تكون بهاي الشكل على الاغلب، ممكن راح تكون هني، خلنا نخليه حاليا بهاي الشكل. بعدها راح نشوف الشجرات. مشكلة المهارة تعبانة. فراح اجربه حاليا نشوف شلون المهارة مالته. في الفيديو الثاني هاي الوليمة 4 دقائق وشي، شنو يسوي هو؟ يجمع يعني شنو وضعه؟ شنو يجمع؟ الجمع المشكلة راسل تيوان. فعلى ما يوصل جنكيز قاعد يمشي. خلنا نشوف عجلة واي اس اس. طبعا واي اس اس راح اطلعه، مو لاني راح استخدمه، ما راح استخدمه ابدا، بس عشان له العرض 10 روس. فعلى ما يوصل راح افتح هاي. ما شاء الله. بعض الاشخاص يقول لك لا تشتري 7000 جوهرة اللي لا شفت وين توصل. على الاغلب اذا كنت نشيط في اللعبة راح توصل، راح تكملها سهلة ترى. ممكن اصعب شيء 24 25، بس الباقي كلهم سهلين. طبعا مثل ما قلت اذا كنت انت نشيط في اللعبة، اما اذا مثلا انت ما تدخل اللعبة على طول لا راح يكون الوضع مختلف. فوصل جنكيز راح اضرب 38 بربر. طبعا انا خليت لوبو ثانوي لانه ما اقدر اخليه اساسي واخليه يقاء الثاني، لانه حاليا مستوى 10 او 20. واو 2000 وشي. خلينا نشوف جنكيز كم. 8 1900 ممتاز، خاصة انت قاعد تتكلم عن مهارة. خلنا نزيد على الصوت عشان نسمع صوت مهارة. فهاي بالنسبة حق لوبو. خلنا نشوف القائد الثاني، راح اخليها مع لوهر افضل. نرجع هاي على ما يوصل. راح اشوف شغلة، طبعا انا اعتذر ان راح يكون الفيديو شوي يمين ويسار، بس قاعد اجرب وياكم. خلنا نفر العجلة. طبعا الهدف ان انا افتح قائد. ولا راسين من اول مرة. هاي عليها خصم. إذا حصلنا مثلا 8 أو حتى راس راح يكون ممتاز ممتاز. فحاليا كم راس عندي؟ حاليا 3، وهني راح يطلع عندي 5. بنفرها بكرة إن شاء الله، نشوف وضعها، نشوف وين راس اللوهر. لأن مثل ما قلت هدفي مو القائد، هدفي العرض 10 روس. زي على الصوت. عنده حبال. والله فيها بيها يعني، لو تلاحظون الضرر 1 2 3 4. يبغى لها تحسبها. راح اطلعها بروحها واشوف وضعها عشان بس اشوف المهارة مالتها. فالنقطة الأخيرة، طبعا أول شي راح أطلع اللي هو هي القائد الثانية. هم اسم صعب يحتاج فترة عشان أحفظه. طلعها بروحها وبحسب الضرر مالها. وهو طبعا بالنسبة حق البربر ما ينحسب مثل القادة العاديين، أكيد راح يكون أعلى. راح أضرب شوي هاي. The fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. 168. This is my finest. بعدها راح أجرب لوهر. طبعا القادة بدون معدات 1600 1500 1500 1500. طبعا فيها كسور.
يعني المهارة مالتها ضد بربر 33 6100 وشوي. طبعا الكسور انا ما حسبها، ضد البربر رهيبة رهيبة. تقعد تكلم عن 186 ألف عدد الجيش، وزائد حتى الشجرة. طبعا خليها تكمل يكمل، لو تلاحظوا المواهب لحين موجودة هنا، أنا ما اخترت بعدين. فمنجرب على منجرب لوهر حاليا، لوهر منجربه. لوهر الضرر عنده 450، كافئة الأضرار. لوهر ما راح يكون ديك القوة، لأن هاي تفرق المهارة مالتها تفرق. Queen by title, but indeed. بنجرب لوهر. لوهر نفس عدد الجيش 168000. The fanciest robes in the world are only half as handsome as a military uniform. We must conquer. طبعا مجرد تجربة، في النهاية بربر ما راح يفرق من أقوى من أضعف، بس كتجربة. يعني تجربة لمجرد تجربة، لأن في الحالتين أنا راح أجرب، فقلت خلنا أنزلها بالفيديو. 2000، تخيل لوهر 2000 المهارة مالته بعد ما تفعل ضر 2000. بالنسبة حق القائد الجديدة 6100 وشوي، راح تشوفها بعدين بالتفصيل. لوبو، طبعا لوبو مو لازم تمكسه كامل. اتوقع عندك هنا يزيد الضرر القوات الذي يقودها هذا القائد 2% عند مهاجمة المدن، فانت تقدر تسوي هاي، بعد هاي تسحب عليها تفتح على طول هاي هاي وهاي اكثر شيء. اما الثانية والرابعة راح يكونون حق الحشود. خلنا نشوف اخر شيء وراح نختم الفيديو. 33 طبعا كل اللي هجمنا عليهم 33، الفرق ان هاي 60 الشجرة مالتها كامل بوديكا ولوهر. والقائد الجريد مستوى 30، الشجرة ما استخدمت كل الأشياء الموجودة فيها، وزاد هي مستوى 30. فحاليا راح نشوف التقارير. هاي مثل ما تشوفون، لا مو هي طبعا، هي راح هي كانت اثنينهم، راح نسوي له هاي مثل ما تشوفون. جرحة خطيرة 158، القوة ناقص 632، هني 672 744 600. فأفضل شيء ديو تشان أو ديو تشان. فهاي التقارير قدامكم، ما في مقارنة. السؤال الأخير، لوبو هل يسوى المكس أو لا؟ ما راح نقدر نجاوب حاليا إلا بعد ما تشوف الفيديوهات الموجودة في اليوتيوب أو اللي تمكسه. لوبو هل يستاهل المكس او لا؟ حاليا ما في جواب الا بعد ما الناس تجربه وتشوف وضعه. وبس هاي كان كل الفيديوهات، تنسون لايك وسبسكرايب. شكرا على المتابعة، انتظرونا في فيديوهات ثانية. بكرة راح يكون بعد في فيديو قوي.